طب في سؤال اخر بخصوص الذهب والبيع والشراء وحجز الذهب والحاجات ديت. اتفضل. دلوقتي التعامل في الذهب بالحجز، يعني هو يتصل بالتاجر بتاعه يقول له اقطع لي مثلا 100 جرام وهو لم يدفع، لا يجوز. لا يجوز. طب انا عندي واحد مجموعة من قرايبي تجار ذهب كانوا عايزين يجوا يقعدوا مع حضرتك. لا بأس، اتصلوا بي على الهاتف الخاص احدد لك موعدا ولهم، لكن اقول اجمالا للتجار الذهب يتقوا امورا من هذه الامور. نعم. الفصوص، يلزم ان يفصل الفص عن الذهب اثناء البيع الا اذا كان فصا متداخلا بقوة فله ضوابط. اتقوا مسألة الآجل، اتقوا مسألة غش الذهب، بيع الذهب القديم لأنه جديد بعد إجراء بعض الغسيل له. هذه ثلاث مسائل عليكم أن تنتبهوا لها. يعني هو دلوقتي مثلا في أنا مثلا رايح نشتري من عنده ذهب، ساعات ما يبقاش عنده ذهب، فهو يتصل مثلا يقول له مثلا عايز بمية ألف جنيه ذهب مثلا. لا ينعقد البيع إلا إذا تملكه وأخذ الفلوس وسلمك في الحال. طيب رحت أنا بقى له 100 جرام ذهب معهوش فلوسهم، ياخدهم وينزل بيهم هو يبيعهم ويكون رابط سعرهم بسعر اللحظة. لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك أن تبيع إلا إذا قبضت الثمن أنت. نعم. سلعة ربوية طبعا. نعم. الله يسلمك.